سيكون استاد الجونة شاهدا غدا على أول لقاء بين الأهلي والمصري منذ كارثة استاد بورسعيد في مطلع 2012، وسيقام اللقاء رغم اعتراضات من مشجعي الأهلي وأهالي 72 شهيدا قتلوا في الحادث الأسوأ في تاريخ الرياضة المصرية. حالة عبد المقصود تذكر بما جرى يومها وما يتوقع للغد في هذا التقرير الذي قرأه سامح البرديسي. 3 أعوام مرت ولا يزال المستطيل الأخضر شاهدا على مأساة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من أولتراس أهلاوي في حادث هو الأسوأ في تاريخ الرياضة المصرية. لقاء الأهلي والمصري على ملعب الجونة، وإن عارضه الجانبان وقبلهما أهالي الشهداء، وصفه اتحاد الكرة في لوائحه بالحتمي. فالاتحاد الذي جنب الفريقين اللقاء في الموسمين الماضيين بوضع كل فريق في مجموعة مختلفة عن الآخر، اضطر هذا الموسم لوضع الفريقين في مجموعة واحدة بعد تغيير نظام المسابقة. وعلى ملعب الجونة وبحضور 50 مشجعا فقط بحسب تعليمات الأمن، تقام المباراة التي أعلن مجلس إدارة الفريق الأحمر مقاطعته لها. يدخل الأهلي صاحب المركز الرابع في الدوري برصيد 27 نقطة، يدخل المباراة وهو في أمس الحاجة للنقاط الثلاث ووسط حالة نفسية سيئة للاعبيه، خاصة أولئك الذين شاركوا في مباراة بورسعيد قبل 3 سنوات. مفارقات عديدة تحيط بمباراة فريقين التقيا 51 مرة، انتصر الأهلي في 16 مرة منها وخسر في 13، وتعادل الفريقان في 22 مباراة. تلك المفارقات ربما يكون أهمها احتمالية مشاركة اللاعب مؤمن زكريا الوافد الجديد على القلعة الحمراء، وهو نفسه اللاعب الذي أحرز 2 للمصري في مباراة الدم على استاد بورسعيد. تأجيل قضية مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 رجلا، بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، هو مفارقة أخرى لهذا اللقاء. قاسم مشترك واحد في هذا اللقاء كان من نصيب مدربي الفريقين وكلاهما إسباني، بأن المباراة حتمية للفريقين وللكرة المصرية. مباراة الفريقين وأيا كانت نتيجتها فلا شك أنها ستكون بداية جديدة لكليهما وللكرة المصرية بأكملها. وللمزيد من المتابعة والتعليق حول مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي باستاد الجونة غدا، ينضم إلينا الأستاذ أيمن أبو عيد وهو ناقد رياضي. أستاذ أيمن أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ زياد، تحياتي ليك وكل مشاهدينا. الله يخليك. يعني ما المتوقع لهذه المباراة غدا أستاذ أيمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول هي مباراة عادية، يعني أنا لا أنظر لها، وربما الجميع من النقاد الرياضيين ينظرون إليها مباراة عادية بين فريقين هو الأهلي والمصري، بعيدا عن كل ما يحيط بها من أحداث. هذه المباراة كان يجب أن تقام ولا بد أن تقام، لأنه زي ما بيقولوا الحي أبقى من الميت. يعني لا لاعبي الأهلي الذين سيشاركوا في المباراة ولا لاعبي المصري الذين سيلعبون هذه المباراة ولا أجهزتهم الفنية، لا السابقين ولا الحاليين لهم دور في هذه الواقعة أو الكارثة أو الحادث الذي حصل في استاد بورسعيد. هي مباراة خرجت بشكل طبيعي وانتهت في وقتها الرسمي، ولكن كان هناك خروج عن الروح الرياضية واعتداء من بعض الجماهير نتج عنه الحادث المرير اللي احنا كلنا تعثرنا به وكل الكرة المصرية تضررت منه. لكن زي ما بقولوا لابد أن تعود الحياة إلى طبيعتها، وأن تأخذ القضاء يأخذ مجراه في معاقبة من يثبت إدانته وشارك كل من شارك في هذه الجريمة. القضاء العادل هو الذي يحكم في هذه الأمور، ولا دخل للاعبين أو الأجهزة الفنية في هذه الأمور. وأنا أيضا أرفض النوع الضغوط التي يمارسها بعض الأسر الشهداء، لأنه حق الشهداء لن يضيع، وحق الشهداء كلنا معه في القصاص ممن ارتكب هذه الجريمة عبر الطرق القانونية والشرعية من خلال تحقيقات النيابة وما تم القبض عليهم. هناك قضاء عادل سيحكم في هذه القضية، لكن لا يمكن أقدر أحمل لا جمهور الأهلي ولا جمهور المصري ولا لاعبي الفريقين نتيجة
خطأ لبعض أو ارتكاب حادثة من بعض الجماهير أن تدفع ثمنها كل جماهير الكرة في مصر، وأن نجنب مدينة أو منطقة زي مدينة بورسعيد واتهمها كلها بأنها كانت مسؤولة عن هذا الحادث. أنا أرى أنه القضاء العادل سيأخذ مجراه، ولابد الحياة أن تعود للكرة المصرية، والأهلي آجلا أم عاجلا كان سيلتقي مع المصري، وكلاهما فريق مصري يمثل الكرة المصرية، وكلاهما ينتمي إلى أرض مصر، فلا يوجد أن نحن نحمل المباراة. أستاذ أيمن، هل تتوقع أن يعني أن تتصاعد هذه الاحتجاجات أو موقف مثلا من الأرتس أهلاوي للمباراة غدا، أو مثلا مظاهرات أو وقفات من أهالي الشهداء أو المعترضين من جماهير نادي الأهلي على إقامة مثل هذه المباراة؟ خلينا أقول أنه هناك بعض الأسر الشهداء يمارسون ضغوط على مجلس إدارة النادي الأهلي، وطلبوه من قبل بالانسحاب من هذه المباراة. لا يجوز أبدا، يعني ما ذنب فريقي الأهلي والمصري من هذه الكارثة. وأيضا يعني إذا كنا نتحدث، وورد في التقرير أنه مؤمن زكريا الذي كان سجل الهدفين في مباراة المصري انتقل إلى النادي الأهلي، فما ذنب أن يحرم الأهلي من لقاء المصري ويبعد الأهلي عن مواجهة المصري، وهو في نفس الوقت يتعاقد مع لاعب كان مشارك في هذه المباراة؟ إذن لا ذنب للاعب أو لا ذنب للفريق المصري أو اللاعبية أو جهازه الفني، ولا ذنب للاعب الأهلي. يعني هل، وخلينا أقول إنه كرة القدم المصرية تضررت كثيرا، وربما النشاط الرياضي في مصر تضرر وتوقف النشاط الرياضي في مصر، ليس للظروف السياسية التي كانت تمر بها مصر، ولكن بسبب هذه الكارثة. فيكفي 3 سنوات عانت الكرة المصرية من كل هذا، وأنا أرى أنه إحنا لابد أن نحتكم إلى القانون، والقانون يأخذ مجراه، وهناك قضية وهناك محكمة ستبت من الذي يثبت إدانته سيعاقب ويحكم عليه بالحكم الذي يتناسب مع هذا الجرم وهذه الجريمة. لكن حق الشهداء، كلنا ندافع عن حق الشهداء، ولن يعني نتنازل عن حق الشهداء في هذه الجريمة، لكن لا يمكن أبدا أن نقول أنه الأهلي لا يلعب مع المصري أو المصري لا يلعب مع الأهلي. وشفنا. شكرا لك أستاذ أيمن أبو عيد الناقد الرياضي. وافق وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز على المذكرة التي تقدم بها الاتحاد المصري لكرة القدم للسماح له ببيع حقوق مباريات كأس مصر والسوبر بالتعاقد للسنة الثالثة 2016-2017. وكان اتحاد الكرة قد وافق على بيع حقوق بث مباريات كأس مصر للتلفزيون المصري مقابل 21 مليون جنيه لمدة 3 سنوات. للمشاركة السياسية بنقول خلاص بدأت العجلة تدور حول المرة. كرم محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري الكابتن فتحي محمد عبد الله الشهير بفتحي عبدون اللاعب السابق بنادي أسوان أمس، وذلك تقديرا لجهوده لرفع هامة المصريين خارج الوطن. الكابتن عبدون يعمل مديرا فنيا بأكاديمية الكرة بنادي السد القطري منذ عام 1993، ويعد المصري الوحيد الحاصل على دبلومة متخصصة من الاتحاد الآسيوي، إلى جانب حصوله على العديد من الدورات والشهادات التدريبية المعترف بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم. من 93 يعني 21 سنة في نادي ما تحركتش لا هنا ولا هنا، فدي عملية يعني الحمد لله محطوطة في الحسبان من خلال إدارات النادي المتعاقبة، تكريم كل سنة الحمد لله. حصلت على 18 بطولة بين دوري وكاس خلال مسيرتي في نادي السد. مصر طبعا احنا يعني احنا أسياد الناس في الكورة في أفريقيا والبلد العربية، لكن احنا الظروف اللي مرت بها البلد دي طبعا كان ليها تأثير بالغ في الإخفاقات اللي حصلت على مستوى المنتخب الأول والمنتخبات السنية الثانية. سحقت استراليا الكويت ب4-1 في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم، وحرزت استراليا البلد المستضيف هدفين في كل شوط عن طريق تيم كايل وماثيو لونجو وميلي جيدنيك وجيمس تراوسي، بينما جاء الهدف الوحيد للكويت عن طريق حسين فاضل في الدقيقة 8.
هذا وقد انتهذ عدد من أفراد الجماهير الكويتية المتواجدة في استراليا لمؤازرة منتخب بلادها، انتهزوا فرصة انعقاد بطولة كأس الأمم الآسيوية، وقاموا بتوزيع عدد من الكتيبات الدينية الصغيرة على جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة للتعريف بالدين الإسلامي. وحرصت الجماهير الكويتية على تعريف شعوب دول شرق آسيا بسماحة الإسلام، وذلك في محاولة منها لمحاربة الإرهاب. توج اللاعب الإيفواري يا توري بلقب أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، وذلك خلال احتفال سنوي للاتحاد القاري أمس. ووقع الاختيار على توري للفوز بهذا اللقب بفضل عروضه الرائعة مع منتخب ساحل العاج في نهائيات كأس العالم بالبرازيل. وبهذا يكون توري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج الذي يبلغ من العمر 31 عاما، قد تعادل مع المهاجم الكاميروني سامويل إيتو الذي فاز بالجائزة 4 مرات أيضا لكن ليس في سنوات متتالية. وننتقل لحالة الجو، فخيمت موجة الطقس السيء على محافظة بورسعيد، إذ سادت حالة من الكساد بعد عزوف المواطنين عن النزول للشوارع لشراء احتياجاتهم، الأمر الذي أثر بالسلب على حركة التجارة في المحافظة التي تعتمد على البيع والشراء كمصدر أساسي للدخل. كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس الثلاثة، وهي السويس الأدبية الزيتيات، لحين تحسن الأحوال الجوية. وحسب عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمي للهيئة، فإن مركز عمليات الهيئة يتابع بالتنسيق مع الأرصاد الجوية الظروف المناخية للعمل على سلامة الملاحة البحرية، وشمل الإغلاق أيضا ميناء العريش.